روح هسه الموضوع كلش مهم، يمكن تم اثارته ببرنامجي وعلى نفس هذا الكرسي. شفنا لك قبل فتره بوسترات انه انت راح تكونين بطله بمسرحيه جديده اسمها الحوش ويا الفنانه هيا الشعبي ومجموعه من الفنانين العراقيين. هيا صرحت هنا انهم طلعوك بسبب انه انت ما التزمتي ورحتي صورتي برنامج ويعني تاخرتي على البروفات، فاتفقوا انه الافضل انه يستبعدوك. بس مو غير حلقونه سويت هيجي ماكو والله العظيم. ملابس نسمه قبل العمليه. عيني كنت 150 في دول قلبك والله كنتوره مسيت بوب. لا يعني اي مو احسن واحد يعني هو يعني اكو يا هاي باراشوت يعني. تفضلين تكونين اغنى وحده بالعالم لو اذكى وحده بالعالم؟ اذكى. ليش؟ ذكائك تقدر تصير مليونير. خلاص اصير مليونير وافضل. لا 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 يا ودي شوف الذكاء. سلاف عرموطه. اعرف ليش عمو. عندك تجربه عمل سيت كوم ويا النجم الكبير الراحل سمير غانم، هذا علامه بارشيفك. شلون كانت التجربه وياه؟ احكي لنا عن شخصيته. وانت يوم راح تجاوبين بس ما راح تكذبين لانه اكو شاهد هنا. حبيبتي قلبي اعطيك 2000. انت بس وياي يمكن 3-4 مرات حاكه موضوع اضرار المنحفات. أي. وانها رادت تموتك. نعم. وانها جابت لك المرض. صح. وانها ما فادتك بشيء وانه سويتي قص معده وضعفتي. صح. ارجع كل ما افتح الانستغرام شوفي النسمة قاعده تسوي اعلان للمنحفات. نسمة تسوي اعلان للمنحفات. اي شبيها الناس تريد واحد يقشفر عليه.